وهلا وشلونكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. وياكم مينا مره ثانيه. اليوم راح اشوفكم شنو اشتريت من مواقع تركيا وشنو وصيت من بغداد. هنا عندهم المواقع انه شلون رساله تتبع للموقع، انه من اول يوم توصلين به شو وقت راح توصلك. فكل يوم يدزون لك رساله انه هذا اليوم هيش طلع لحد ما بهذا اليوم دزول رساله انه اليوم راح يوصل لبيتنا. فهسه انا بدي احكي وياكم، يجوز هو هسه راح يجي راح يوصل. ما تشوفون انا بدلت لان هي جتني رساله، فيجوز هسه راح يدقون الجرس هنا الموقع انه وصلت الاشياء اللي وصلت. فهسه خليني اشوفكم وياي شلون تجي الرساله هنا مال التتبع. شوفوا العمليه شلون تكون، انه هنا طلع من المصنع هنا بالسياره، هنا وصل المدري وين. المهم يعني هو بالنهايه يجيكم اشعار انه اليوم راح يوصلكم للبيت. وهسه دبوا عليهم ان انا دا انتظر شو وقت يدقون الجرس علينا. وحسين طالع، فهم هنا مجرد يدقون الجرس يحطون الغرض بالباب ويروحون، يعني عادي لان هي الدفع عن طريق الكريدت كارد، فعادي عندهم يعني بس يخلوه ويروحون. هسه خلنا ناخذها. واخيرا وصلنا، طبعا يمكن وصلني بيومين، يمكن يوم لو يومين لو ثلاث ايام، يعني ما توقعت هيك، توقعت اسبوع لان اي احد يقول لي اسبوع. هاي الاغراض اللي وصلتني، راح افتح لكم اول شيء مال الموقع التركي، ووراها هاي الاشياء اللي توصلني من البيجات بالعراق. طبعا هوايه بيجات يفوتوا لي، انا ما لحق ارد بس عبالهم انه ما يقدرون يوصلوا لي الاشياء اللي يريدون يدزوا لي اياها التركية. فهوايد اريد اقول لكم انه ترى عادي تدزوها لبيتنا بالعراق، او تريدون يعني تريدون شلون تدزوها باي شركة نقل، يعني عادي مال المسافرين يوصلوها التركية، او اذا تريدون تدزوها لبيتنا بالعراق عادي هم يوصلون اياها، ماكو اي مشكلة. بس راح افتح لكم مال الموقع. طبعا ما وصلت هواي اشياء، قلت اخاف يعني كل شيء يصير، لان انا دائما انظر ببور بسوالف التوصيل ما ادري ليش. فمن ورايا حسين فتح البيت. اخر العلاقة اول شيء راح اشوفكم الاشياء اللي وصيتها، المرطبات. واول شيء وصيت هاي الكحله، طبعا هاي الكحله كل الزينه أنا صار لي سنين عليها ما استخدم غيرها لين أبد ما تسيح. وهذني المرطبات مال إيد والرجل من ماركة تركية، وهذا المي ورد أنا أبد ما استغنى عن المي ورد ودائما أجيبه من العطار، بس هالمرة وصيته من النت. هذا وهذا السيروم مال الشعر، لأن عندي الشامبو مالته فوصيت السيروم. خلينا نشوفكم هذا. وصيت بوت، طبعا كلش احب هاي النوعيه من البوتات وطلع حلو الحمد لله. طيب يجيني مو حلو، كان عندي من بغداد جوزي بس ما اقدر اجيبه، فهسه اشتريت اسود نفسه. كلش يلوق لي هيك بوتات، اكتبوا لي شنو رايكم. هسه في اليوم البسه واصور لكم بي مبين يمكن ما اعرف اذا يبين او لا، المهم بعدين هو يبين. هسه اشوفكم اللي وصلني من هذا البيج، طبعا هو بيج مال الوكيل الحصري للزيوت الهندية فقط، هو هذا البيج موجود بهذا الزيت، وراح اخلي لكم اسم البيج. البيج الوحيد الوكيل الحصري بالعراق لهاي الزيوت، بعد يجي باكج كامل شامبو زيوت. هذا زيت طبعا هسه اكيد يعني وايد ينشروه واي، بس اللي يعني اللي دزيت من عندهم هم الوكيل الحصري لهاي الزيوت، وانا جربتها قبل هاي الزيوت كلش فادتني. يجي اثنين زيت وهذا باكج كامل. ويجي ثلاث شامبوات وياه، وهاي بعد زيت، ويجي وياه زيت جوز الهند الطبيعي. ما اعرف اذا يبين لو الاضاءة قوية. وهاي الورقة طريقة الاستخدام،
تجي ويا الباكج كامل، يوضع على فروة الرأس مع مساج تدليك 5 دقائق، ويوضع على الرأس لمدة 6 أو 4 ساعات قبل الغسل، يستخدم 3 مرات بالأسبوع، يفضل استخدامه قبل النوم، واغسل بالشامبو صباحا، ويفضل استخدام زي ساعتين إذا كان شعر الشعر دهني. هذا زيت كلش زين، كلش يعني الصراحة كلش زين. 2 زيت جوز الهند، يعني تخيلوا 3 شامبوات و3 زيت و2 زيت جوز الهند، 3 زيت هذا زيت الهندي. هاي افتح لكم اياه، هذا هيجي هو وياه مع الشعر هاي. وهسه اعذروني قطعتكم، بس اجى حسين. هاي الاشياء وصلت من ترنديول، وهاي الزيوت العفو الزيوت اللي وصلتني من البيت. هاي قطعتيني بيها حبيبي؟ اي قطعتيني بيها بعدني ما مقدرته. بالعافيه قلبي وذني. بعد شغله واحده وينها؟ لا شغلات هذني بعدها ما واصله. ايه ادري، ما مرت تحكي بس وصلت على شفرات مال الحاجب، وللاسف ما واصله وياهن. فحسين سالته يقول لحقني ذبح، تقول لي وينهن وينهن؟ يقول شون بعد راح يوصل. تصورين شنو هاي؟ وهاي زيوت وصلتني، هو حسين هم راح احط له من هاي الزيوت ان شاء الله. هاي شنو؟ لان مثل ما تشوفون ترى حسين يوقف شعره من قدام، بس هو هنا شنو؟ كلها فراغات الحمد لله. كلها هاي لازم اشوف كبار نفس ذولاك الناس. لا ان شاء الله هاي زيوت تفيدك. ان شاء الله. هاي انا وصلني زيني كلهن. باعوا اسم البيج مكتوب على هاي انديان اويل وان، الوكيل الحصري لهذا الزيت فقط. صوري على الانستغرام، صوري على الانستغرام. هو راح اصوره. الوكيل الحصري لهذا الزيت فقط هو هذا البيج. يعني انا ما علي اذا تروح انت تاخذه من غير بيج، بس الوكيل الحصري راح اخليه. اه وحساب الانستغرام راح تنشر بيه هسه ستوريات نشريهن. اوكي هو هسه. واللي يريد يشارك بامنيات راس السنه اكتبوا امنياتكم اذا تحبون على مينا، على حساب مينا، وحتى لو بالتعليقات تكتبون تمام ماكو كل مشكله، وراح نكتب كل امنياتكم وراح نسحبها نسوي فيديو الامنيات نقرا امنياتكم تمام. ها حبيبي ها هي خلصنا هذا الفيديو اليوم، اتمنى استمتعتوا ويانا. بس مشترياتي شوي صارتين صارتين. اي بس مشترياتي من الموقع ومن البيج. طبعا انا من كنت صغيره شعري يوقع، ومن صرت حامل هم بعد شعري يوقع، واستخدمت هواي هواي اشياء ما فادني قبل الزواج غير الزيت وغير البلازما. الزيوت يعني بحيث كنت اخلي ويا الزيت زيت جوز الهند وهذا الزيت، وكنت اخلي وياهم بيضه. يعني لا عبالكم تبقى ريحه، لا ما تبقى ريحه، بس تصير مثل ريحه الكيك براسنا. كسرت البيضه اللي عاد براسك شويش كنت تبيكين علي. اي مو بيضه بوحدها كنت تاخذ الطياز زيت وهاي تروح الريحه. حبيبي هسه انا جيت واريد اطلع النوب، عندي شغل. يلا حبيبي خلينا ننهي البيج مال ملابس همين. لا اريد اطلع والله اريد اطلع، راح اطلع. هذا من البيج مال ملابس. هذا من البيج مال ملابس مال. هو طبعا هذا يجي فري سايز، يلبس الحد قياس 50. حتى 52 يلبس. اي يعني هو انا اخذته حتى يعني اذا انزل جوا امشي وهاي، فكلش مريح. بالعافيه. وحلو يا اللون البنفسجي. يلا قوم صبي لي غدا. تدلل. يلا. ويلا هسه خلينا نختم الفيديو. يلا. وانتظروني بفيديو احلى من هذا الفيديو ان شاء الله، واقول لكم باي باي. باي باي.